بعد استقلال المغرب بدأت أولى الخطوات الدستورية، وذلك بهدف إعطاء مضمون للملكية الدستورية، فتوالت منذ ذلك الحين على المغرب مجموعة من الاستفتاءات شكلت محطات هامة في تاريخ المغرب. ففي أواخر 62 900 و1000 عرض على الاستفتاء مشروع لدستور صدقت عليه الأمة المغربية في 7 دجنبر 62 900 و1000 بأغلبية 84%، يصدر في 14 دجنبر 62 900 و1000 الظهير الذي بموجبه دخل دستور مغربي مكتوب حيز التنفيذ سنة 70 900 و1000، وبعد حالة الاستثناء التي عرفتها البلاد منذ 65 900 و1000 أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن نيته في عرض مشروع دستور جديد للاستفتاء. أجري الاستفتاء بالفعل وحاز على موافقة الشعب بأغلبية كبيرة بنسبة 98% من مجموع الناخبين الذين اشتركوا في الاستفتاء، ليأتي دستور 10 مارس سنة 72 900 و1000 والذي لم يتم العمل به إلا سنة 77 900 و1000، حيث أعلن الملك الراحل الحسن الثاني في شهر فبراير من هذه السنة عن نيته في عرض مشروع دستور جديد على الاستفتاء. وقد قررت الكتلة الوطنية آنذاك، والتي كانت تضم الاستقلال والاتحاد الوطني، عدم المشاركة، فكانت النتائج في صالح الاتجاه المؤيد للدستور. في ماي 1980 سنتحدث عن استفتاءين حول تعديلين، أحدهما حول تخفيض سن الرشد القانوني لولي العهد وحول مجلس الوصاية، والثاني حول تمديد الولاية التشريعية بسنتين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. أعقب مشروع دستور في 4 شتنبر 92 900 و1000 عرض على الاستفتاء الشعبي حول تعديل جزئي يتعلق بتغيير السنة المالية صدق عليه بالإجماع. وخلال الاستفتاء 13 شتنبر سنة 96 900 و1000 سيصوت الاتحاد الاشتراكي لأول مرة تصويتا إيجابيا لصالح الدستور، إلى جانب أحزاب أخرى كحزب الاستقلال وحزب التقدم الاشتراكية والأحزاب التقليدية التي ذأبت على التصويت بنعم. وقد أدى هذا الموقف الجديد إلى دينامية جديدة في السياسة الداخلية تتمحور حول توفير جو ملائم لانتخابات حرة ونزيهة، والتراضي حول القوانين الأساسية قانون الجهة والقانون الانتخابي، وحول التحضير للتناوب على السلطة.